المهم جداً إطلاق برامج مجتمعية لزيادة الوعي عن فيروس نقص المناعة البشري الإيدز، وتقديم الدعم للأشخاص اللي عايشين معاه. ممكن تكون هالبرامج على شكل حملات توعية أو ورش عمل أو لقاءات توعوية أو مجموعات دعم. هدف هالبرامج هو تصحيح المعلومات الخاطئة ونشر الوعي الصحيح وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص اللي عايشين مع المرض. لازم نشتغل سوا لبناء مجتمع متماسك يدعم بعضه البعض. من المهم جداً دعم وتشجيع البحث العلمي عن فيروس نقص المناعة البشري الإيدز لإيجاد علاج فعال للمرض ومنع انتشاره. لازم نخصص إمكانيات وموارد أكثر لدعم الباحثين وتشجيعهم على مواصلة جهودهم في هذا المجال. وكمان لازم تكون نتائج هالأبحاث متاحة للجميع بكل شفافية. البحث العلمي هو الحل الأمثل للتغلب على التحديات الصحية اللي بتواجه البشرية.